مرحبا بكم في التتمه ديال الفيديو ديال الدرس رقم 25. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال التغليف، وكنعتذر انني ما سبق لي ونزلت الفيديو الاول اللي فيه غير كيفاش فصلت الفوقاني ديال المعطف، ولكن ما بينش لكم كيفاش غدا نفصل الباس نظرا للطول ديال الفيديو، فما قدرتش انني نقتصر عليكم اكثر، حيت يعني كل معلومه شاده في معلومه، فحبيت نشرح اكثر واكثر، فلهذا الفيديو طوال فكنعتذر. اليوم غدا ندوز باش ما نطولش عليكم اكثر. اليوم غدا ندوز باش نفصل الباس التحتاني، ولما كنقول الباس التحتاني اي التغليف اللي كنقصد هو الداخل ديال المعطف. هذا هو كيف ما كتلاحظوا، هذا هو اللي غدا دابا نمر باش نفصلو. هذا الجزء الثاني ديال الدرس 25. أيه الجزء الثاني ديال الدرس 25، ومازال غادي نشوفوا الجزء الثالث اللي فيه طريقه الخياطه ديال هذا المعطف. هذا غتكون فيه ثلاثه ديال الاجزاء، يعني صراحه فيه ثلاثه ديال الاجزاء ولكن فيه بزاف ديال المعلومات. كاين المتتبعين اللي غادي يشوفوا الفيديو طويل ويخلعهم، انا تنقول لهم بالعكس، هذوك هما الفيديوهات اللي فيهم بزاف ديال المعلومات. كيف تشوف 10 ديال الفيديوهات فيهم دقيقه او 3 دقائق وما فيهش افاده، ما كيوصلوش. تقدر تشوف 20 فيديو قصير ولكن ما فيهش، لكن انا الفيديوهات اللي كندير كنحط فيهم جميع المعلومات اللي تقدر تساعدك، حتى الاسرار ديالها مثلا في واحد العام وانت كتبع في واحد التكوين ديال الخياطه ولا واحد المدرسه ديال الخياطه وتقدر ما توصلهاش. والله العظيم انا كنحط لكم معلومات من القلب الخالص، معلومات حقيقيه، يعني لو تركزوا والله العظيم الا تعلموا ما توصلوش لثلاثه اشهر شهرين تعلموا. حنا نبسط ونعطيو معلومات اللي نقدروا نطبقوها على ارض الواقع. فتابعوا معانا فنمر للفصاله، ما نطولش عليكم اكثر. بسم الله على بركه الله، واش لما يتقال، لكن مره شويه بشويه. اول حاجه كندير انايا كيف عودتكم، وهو انني كنقطع هاد الحافه ديال الثوب او هاد الحاشيه ديال الثوب، كنقطعها ما تنخليهاش حتى شكل كتجيب الثوب مكروف. ديما هاد الفينيسيون ديال الثوب ضروري تنحيدها، يا جلابه يا قفطان يا اي حاجه. دابا كنمر للربع ديال المونطو او الفوقاني ديال المونطو، الوجه الامامي كيف ما كتلاحظوا معايا، باش ندير الطريقه ديال التماثل. هادي من بعد ما طوينا الثوب على جوج. اييه الثوب ها انتم كيف ما لاحظتوا معايا، الثوب راه هو متني على جوج على طولته، اييه على الطوله ديالو، فيه 3 متر. نفس الشيء اللي استخدمت في الطريقه ديال الفصاله في الثوب الاول اللي هو هذا الفيديو ديال الفصاله ديال هاد الثوب، هاد الفوقاني ديال المونطو او المعطف، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، الرابط ديالو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش ترجعوا ليه وتفهموني علاش هضره. بالنسبه للناس اللي ما شافوش كيف ما تعودنا كنعاودوا نتاكدوا من العبار. انا غنستعن بواحد الطبشوره باش نشرح لكم. ما سبق لي وريتكم كنخلي واحد 6 سنتيم، كنخليها على برا يعني ما كندخلش في الحساب. هذه هي 6 ديال السنتيمات كيف لاحظتوا معايا، اي عبار المسطره بالضبط اللي عندي. هذا هو الكول ديال المونطو. دابا من هاد العبار اللي هنا خاص تبقى عندي 22 ديال السنتيمات، لاحظوا معايا خاص تبقى عندي 22 ديال السنتيمات، فكنومرها بحال هكا، كناخذ المسطره بحال هكا كنستعن بها، كتسهل عليا باش ندير خط نيشان او مستقيم كيف ما لاحظتوا معايا، يعني طريقه جد سهله. فكنحدد هكا بالطباشير، الا ما كانش في المقدور ديالي نستعن بالطباشير وجاني المقاس مثلا سهل، نقدر يعني تبع غير الثوب بحال هكا حتى نكمل، لكن انا هنا حاولت نبين لكم اكثر باستعمال الطبشوره كيف ما لاحظتوا. هذا الجيب اكرر الطريقه ديال العبار ديال المونطو والطريقه ديال التقطيع ديالو غتلقاوها في الدرس اللي قبل من هذا، شفنا فيها طريقه 25. اييه
شفنا فيه كيفاش خدينا المقاس، كيفاش قطعنا الكمام، كيفاش قطعنا القب، كيفاش يعني جميع المراحل اللي كنستعمل في الفصاله والخياطه ديال القفطه ديال عفوا ديال المعطف. ديال المعطف بقات لي نقطه، قربي قربي الكاميرا شويه عفوا، قربيها العنق. دابا كنمر للمرحله ديال التقطاع. كيف ما لاحظتوا معايا هاد الطريقه صراحه كتساعدني انني نحصل على التماثل بالضبط. وكنتمنى تكون فيها استفاده ليكم ان شاء الله يا رب، وكنتمنى يعني نكون كنوصل اي غموض. يمكن لكم تطرحوا الاسئله ديالكم اسفل الفيديو. من بعد ما قطعت الربوعه كما لاحظتوا دابا هذا هو الجيب، هذا العنق، هادو الكتاف، هنايا التراكيز، هنا الصدر، هاد المنطقة هادي حزام، هاد المنطقة هادي جناب. هذا لتحت ديال المعطف كيف ما لاحظتوا معايا، هاد النقاط كلها سبق لي ووضحتها في الفيديو اللي كنهضر لكم عليه، واللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هاد النقاط كلها بكل التفاصيل ديالها، بكل الشروحات ديالها، بكل طريقة ديال الفصالة ديال التقطيع، حتى ديال الخياطة، أيوا وان شاء الله حتى ديال الخياطة هو غادي نخليوه، لكن الفصالة قلت لكم بأدق التفاصيل غادي نخليها لكم في الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. دابا كنمر لواحد النقطة اللي هي نقطة مهمة جدا وحبيت نوضحها لكم. بزاف ديال الناس يعني تيبين لكم في الصالة ولكن ما كيبينوش لكم الحقيقة ديالها والأهمية ديالها، اللي هي التبطين. كيفاش كندمجوا التبطين ديال الأمام أو ديال العنق الأمام مع الباس؟ أول حاجة كناخدو داك التبطين اللي سبق لنا وقطعنا، اللي قلت لكم راه الشرح ديالو في الفيديو السابق، كناخدوه بحال هكا كيف ما لاحظتوا معايا، وكناخذ يعني كناخذ العبار ديالو بالضبط. هذا هو التبطين كيف كتلاحظوا معايا، كناخذ تقريبا واحد 4 ديال السنتيمات بهذا الشكل. هذا قربي لهم الكاميرا باش يشوفوا واش 4 نيت. كناخذ 4 ديال السنتيمات كما لاحظتوا معايا بحال هكا، من 4 حتى 3 ديال السنتيمات، وكنثبتها بالدبابيس كيف ما لاحظتوا معايا، حتى كنهبط لتحت نثبتها بالدبابيس ورجع عندكم. كيف ما لاحظتوا معايا التبطين ديالي من بعد ما ثنيت له 4 ديال السنتيمات وثبتها بالدبابيس، غادي نشرح لكم علاش. وانا تنقطع كنطراسي بحال هكا باش ناخذ العبار هو هذا، هاد 4 سنتيم اللي تنيت وخليتها على برا هي اللي غتعطيني العرض للتغليف الداخلي ديال المونطو ديالي او المعطف ديالي. اللهم يجيني الغلاف شويه واسع على الثوب الفوقاني، ولا يجيني الغلاف ضيق من الفصاله ديال الثوب الفوقاني. نعطيكم كمثال، بحال مثلا اساده، الا انا خيطت لها الغلاف الدخلاني او الغشاء الدخلاني صغر منها، فالاساده تيبقاو القناتي ديالها كيبقاو خاوين. هنايا
العكس، الى انا يا خيط اللباس او فصلت اللباس ناقص على الثوب الفوقاني، فالكليانه ما كتلقاش ريحتها حيت اللباس التحتاني هو اللي كيحكم، كتلقاش ريحتها عفوا، فهاد اللباس التحتاني هو اللي كيحكم في الراحه ديال الكليانه. يعني كنفضل انه اللباس يجي شويه وافي على الفوقاني ديال المعطف. ودابا كنبغي تقطع، كما لاحظتوا انا جيت من الخط لداخل، ما جيتش من على برا باش يبقى لي الثوب. دابا هذا غادي نستغناو عليه، حيتاش غادي يجي في بلاصتو. هذا هو التبطين، هذا هو اللي غادي يجي في بلاصتو. نلقى التبطين اللي ديال هاد الجهه اليسار ورجع عندكم. كيف قلت لكم هذا رانا غادي نستغنى عليه، ما غاداش نستعمله. علاش؟ حيتاش هذا هو اللي غادا نخدم بيه في بلاصتو. هذا هو التبطين، كما لاحظتوا بالنسبه للمعطف غادي يجي من جهه الربع او من الجهه الوسطانيه، غادي يجي مغلف بهذا الثوب ديال المونطو الفوقاني. دابا غادا نستغنى على هذا. كيف لاحظتوا معايا هذا هو الجهه اللي غادا نكمل بها من الداخل ديال المونطو، لاحظتوا معايا، وهذا هو الغلاف الفوقاني، هذا هو الوجه ديال المونطو. هذا غادي يجي من الداخل وهذا غادي يجي من الفوق. اما بالنسبه للظهر وهذا والجناب فغادي يجي هذا، غادي يجي لداخل هذا. دابا سالينا المرحله ديال التبطين ديال الربع الامامي، غادا نمر دابا للظهر نفس الشيء نفس الطريقه. غادا اللي خدمت بها في الربع الامامي غادا نخدم بها في الظهر. عندي الثوب ورجع عندكم. كيف ما لاحظتوا دابا كنعاود نفس الطريقه باش نحصل على التغليف ديال الظهر او اللباس ديال الظهر ديال المعطف ديالي بهذه الطريقه. هذه طريقه الديكالاج او التماثل، يعني تختلف الاسماء على حسب البلدان. لاحظتوا معايا كنستعن بواحد الطبشوره بهذا الشكل. حتى النهايه ديال الثوب كما كتلاحظوا معايا. دابا كنمر للمرحله ديال التقطيع. تنطلب منكم حاجة واحدة وهو التركيز في الدروس اللي كنقدم نقطة بنقطة، باش إن شاء الله تعلموا، والله ولي التوفيق. كيف ما لاحظتوا فالظهر الفصالة ديال الظهر كتكون عندنا سهلة، حيت شمن تيكون فيها لا جيب لا والو. هذه يعني طريقة سهلة للمونطوات، ما فيهاش التقاسيم ديال الخياطة من الوسط. كما لاحظتوا معايا طريقه جد جد سهله. غنمر لهاد المنطقه هذه وغنحيد منها شي 3 ديال السنتيمات باش تجي قل من الثوب الفوقاني، تجي في الطول قصر من الثوب الفوقاني. انا غادي نشرح لكم علاش، باش ناخذ نفس المقاس كناخذ نفس المقاس عفوا في هذا في التحت كنحيدو
باش كنحصل على العبار متوازن. كنحيد هاد 3 سنتيم من بعد ما عبرتها كما لاحظتوا. انا غنشرح لكم علاش حيدتها، حيتاش واخذها بعين الاعتبار في العبار الاولاني. حيدتها باش لما نلبس المونطو ديالي غنوريكم كيفاش كتجيني الثانيه من التحت. ما كتجيش فيه شي خياطه هنا برا، وانما كتجي لداخل، كيجي مجول داخل. يعني ديك 3 سنتيم اللي شفتوني قطعتها كتجي بحال هذا الشكل هذا. كيجي المونطو متني لداخل، كيجي على هذا الشكل هذا، وعلى برا من هنا ما كتجيش فيه الخياطه والو، كيجي سامبل، ما كتجيش فيه شي ثانيه ولا شي حاجه. من بعد ما قطعت الجويه ديال الظهر كيف ما لاحظتوا معايا، غدا نمر للاكمام. انا هنا معكم مرحله بمرحله، وكنتمنى يعني هاد الدروس اللي تنقدم فيها استفاده. كنمر دابا للمرحله ديال التقطع ديال الكمام، او التقطع ديال الجويه ديال الكمام، ومن بعدها التقطع ديال الجويه ديال القف. الكمام تاهما نفس الطريقه. باش نحصل على التماثل كنتني الثوب المره الاولى على جوج مرات، والمرات وكنعاودو نفس الشيء ثاني على جوج مرات اخرى، هي 4 ديال المرات. باش نحصل على اكمام متماثله هادو هما الكمام كيف ما لاحظتوا. نقطه هامه هنا، وكنتمنى يعني تكون يكون بالكم حاضر معايا باش تستافدوا منه. سبق لي وبينت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا الرقم 25 كيف قلت لكم، هذا درس تكميلي ديالو كيفاش نلصق اللباس او كيفاش نجوي باللباس. بينت لكم كيفاش ناخذ العبار ديال الكمامه اللي هو فيه 57 ديال السنتيم، وهذا العبار هذا قلت لكم رانا خليته الشيط على حساب اللباس. ف 57 كتبدا عندي من هذا الخط هذا. كيف ما لاحظتوا معايا كتبدا عندي من هذا الخط هنايا. كيف قلت لكم العبار ديال الكمامه الاصلي هو هذا، يعني هذا غير زيد، هذا غشاء غادي يكون لداخل، تبطين ديال الداخل تكميلي للباس. فهاد الزيده او هاد الطريف ديال الثوب فيه 10 ديال السنتيمات، والعبار الاصلي ديال الكمامه عندنا فيه 57. ف 57 غادا ناخدوها هنايا وغادا نحيدو منها 10 سنتيم، غتبقى لنا 47، اي بمعنى اننا في هاد المنطقه هادي غنعبرو 47. كيف لاحظتوا معايا هنايا ها هي 47، والسنتيم ديال الخياطه 48. دابا غادا نبدا العبار ديال الكمامه من النقطه ديال 48 سنتيم اللي هي هادي. دابا غادا نمر باش نشرح لكم مزيان او باش نبسط لكم الشرح اكثر. هذا العبار هذا اللي انا خليته على برا هو اللي غادي يجي لداخل ديال الكمامه بهذا الشكل هذا. هذا هو اللباس اللي غادي يجي في الكمامه لداخل. ويلا انتبهتوا هاد الطريقه كتكون في بزاف ديال المونطوات، بزاف ديال الجواكط، فهاد الشيء غادي يدخل بحال هكا، وغتكون عندنا الكمامه بحال هكا. ما غتكون فيها لا خياطه لا والو.
الداخل ديالها غادي يكون هنايا، وهذا غادي يكون في البدايه ديالكم. دابا غادا نمر من بعد ما ساليت الجويه ديال الكمام، غادا نمر باش نصايب القب. حتى هو يعني نصايب له الجويه ديالو بنفس الطريقه بطريقه التماثل. كنحط الوجه ديال القب بحال هكا، لكن كنحيد هاد 6 سنتيم اللي سبق ليا ودخلت او خليت على برا، حيتاش هي اللي غادا يكون غتكون تجينا على الوجه تبطين هي من الداخل للباس. ولما نبدا نخيط غادا هادشي كله ان شاء الله نوريه لكم بالتفصيل الممل. كما لاحظتوا معايا نفس الطريقه، انا هنا ما استعنتش بالطبشوره حيت صراحه بحال هكا كنخدم يعني مادي عليها. غادي نشرح لكم هذه فينا بلاصه كتجي حتى هي نفس الشيء، كتجي بحال هكا. جيت هي بحال هكا باش كيجينا القب الخدمه ديالو كلها لداخل، ما كيجيش شي ديفو ولا شي سورجي ولا شي خياطه، وانما كيجينا كله من الداخل مجوي، الخدمه ديالو كلها كتكون نقيه. من بعد ما ساليت المرحله ديال القب كنمر دابا المرحلة ديال تبطين الجياب. فبالنسبة للجياب كنحاول نخرجهم يعني من هاد الطروفة باش ما نضيعش الثوب الاخر. حتى هما كنحيد بعدا اولا قبل كل شيء هاد الحافه ديال التوب او الفينيسيون او الحاشيه ديالو، كنحيد حتى تشكرف ليا الخياطه وهي اصلا كتكون مكروفه. فنفس الشيء دابا هذا هو الداخل ديال الجيب، لكن هنايا ديال الجهه اللي تنعمل فيها ايدي بحال هكا فيها 9 ديال السنتيمات. هذا كيجي باين من برا، كيجي باين من الشمال، هذا كيجي باين، هذا اللي ما غاداش يجي باين. او باش نبين لكم اكثر نقدر ناخذ العبار بحال هكا، عفوا ناخذ الربع الامامي ونرجع عندكم. بالنسبه للقياس ديال الجيب يعني على حسب الذوق ديال الكليانه، كاين اللي كيبي الجيب كبير كاين اللي كيبي الجيب صغير، انا منهم تنبي الجيب كبير على حسب يعني سوارت الصرف التليفون. دابا انا حصلت على العبار الاصلي كيف ما لاحظتوا معايا، ودابا غادي نخوي هاد البلاصه او نقورها. دابا هنا الى لاحظتوا معايا هذا هو التبطين ديال الجيب، الجهه اللي غتجي تجي تبان نعاود نكرر لكم باش تدخل المعلومه مزيان. دابا هذا هو التغليف ديال الجيب، هذا غادي يجي في هذه المنطقه هذه ديال الجيب كما لاحظتوا معايا، غادي يجي هنا. الجهه اللي تجي باينه من الجيب هي هذه بحال هكا. دابا هاد الثوب هو اللي غادي يجي باين، هذا هو اللي غادي يكون مغلف هنا ما غاداش يجي باين، والداخل من هنايا كيف ما لاحظتوا معايا الداخل من هنا غادي يجي اللباس بحال هكا. يعني ما غتجي باينه حتى شي حاجه الداخل، وغادي يجي هادشي بحال هكا مبطن لداخل.
دابا غادا نمر المرحلة ديال الخياطة، ولكن هاد الفيديو غادا ننزلو لكم بوحدو، والمرحلة ديال الخياطة غادا ننزلها لكم حتى هي في فيديو وحدو نظرا للطول ديال الفيديو. ونخلي لكم ان شاء الله الروابط بجوج ديال الفصالات بجوج وديال الخياطة في صندوق الوصف ان شاء الله.